يستمر معرض الكتاب في دورته الـ54، وبالمناسبة الدورة السنة دي فعلا متألقة جدا ومتميزة، والندوات اللي فيها فعلا حلوة. لكن علشان نقدر نعرف أكتر يبقى نروح لزميلنا العزيز رامي محمد، مراسل التلفزيون المصري، متواجد كان النهاردة في المعرض، يحكي لنا إيه اللي موجود. تحياتي لكم متابعي التاسعة في كل مكان، في متابعة لفعاليات اليوم السادس من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54. هناك عدد من الفعاليات التي بدأت على مدار اليوم، وكانت البداية مع ندوة بعنوان ناصر الدين وطه حسين، وهذه الندوة التي تناولت عدد من الكتابات والمنهجية التجربة المعرفية أيضا للكاتب ناصر الدين الأسد الأردني، وأيضا الأديب العربي والعالمي طه حسين عميد الأدب العربي. وأيضا تلا هذه الندوة عدد كبير من الفعاليات والندوات، كان من بينها ندوة نحن والفلسفة، وأيضا ندوة أخرى عن المراكز الثقافية المصرية، وندوة أخرى عن الأمن الغذائي بإفريقيا، وعدد من الندوات الأخرى والتوقيعات للناشرين والكتاب، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية للأطفال وأيضا للكبار، وللحضور من الجمهور سواء داخل أو خارج قاعات معرض القاهرة الدولي للكتاب. ولو تحدثنا عن الإقبال الكبير من الجمهور على عدد كبير من الصادرات، ووفقا لعدد من البيانات الهيئة العامة للكتاب تحدثت عن إصدارات طه حسين جاءت في صدارة الأكثر مبيعا والأكثر أيضا إقبالا عليها من الجمهور خلال الخمس أيام السابقة، وأيضا بلغ عدد الحضور من الجمهور خلال الأيام السابقة تجاوز 1,000,000 بالنسبة للزائرين، وأيضا لعدد كبير جدا من الفئات المختلفة من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب. وتراوحت أيضا متوسط الحضور اليومي خاصة في أيام العطلات سواء الجمعة أو السبت والخميس، تراوحت الحضور في هذه الأيام ما بين 130,000 إلى 180,000 من الحضور اليومي، ومتوسط الحضور اليومي للجمهور هنا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. عودة لكم مرة أخرى. طب والله كويس، متوسط الحضور رائع جدا. شكرا جدا لزميلنا رامي، كما جرت العادة رسالة شديدة التميز.